المسودة دي ما جرمتش زواج الأطفال، ما منعتش زواج الأطفال. في المادة 43 اتكلمت على أنه لن يتم توثيق عقود الزواج إلا بالوصول ل 18 سنة، والفقرة الثانية منها قالت إيه؟ مش هنقدر نبص على أي دعوة زواج مش موثقة. ده معناه الطفلة اللي أهلها يجبروها على الزواج وهي عندها 16 سنة أو 17 سنة لو خلفت مش هنقدر نثبت الطفل إذا أنكروا الأب، لأن مش هنقدر نروح المحكمة نوثق عقد الزواج. الأغرب من كده إن القانون اللي حط مذهب الإمام أبي حنيفة مرجعية في المادة الأولى منه خالف مذهب الإمام أبي حنيفة في أكتر من مادة، زي مثلاً المادة 36. قال إن الزوج لو معسر الزوجة تصرف عليه ويبقى دين عليه، لكن قال في المادة 38 لو الزوجة ما استحملتش إنها تقعد مع راجل قاعد في البيت وهي اللي بتصرف عليه تفقد كل حقوقها الزوجية لو طلبت الطلاق نتيجة العسر. وكمان الراجل اللي قاعد في البيت ما بيصرفش ده يلزمها هي بالإنفاق على الأولاد في المادة 85. كمان القانون ده لأنه لا يرى النساء ولا يعرف لهم شخصية قانونية التزم بمذهب أبي حنيفة في إنه الولد للفراش الصحيح. لا، الولد إثبات نسبه في المحكمة إذا أنكروا الأب وجات الأم معاها وثيقة زواج لازم نعمل دعوة إثبات نسب وناخد الإجراءات العلمية دي إن إيه. لكن قال إن الأب مجرد ما يقول على مجهول النسب إنه ده ابنه هيعترف بيه، حتى لو ابن زنا مش ابن فراش صحيح زي ما جه في مذهب الإمام أبي حنيفة.